كاين شي ما كاينش سواليا ولا غدا والحقوق ولا بدا والحقوق ولا بدا. جينا اليوم بناء على المبالاة اللي تعاملت معنا بها رئيسة المصلحة نهار الاثنين، لأن كان عندنا اجتماع في الجمعة اللي فاتت، كان عندنا واحد الاجتماع مع كاتب عام ورئيسة المصلحة، ووعدنا كاتب عام وسينا لنا 8 ديال الملفات، قلنا لاباس راه حنا بدينا بدا هذاك الروبيني كيقطر شوية، وقال لها غيجي عندك نهار اثنين باش تكملي معاهم الإجراءات وتعطي لهاد الناس بثمانية الفسخ نتاعهم. للأسف الشديد جينا نهار اثنين، جاء عبد ربي اللي هو النائب الرئيس وجاء الرئيس وجاء الكاتب عام باش ندخلوا نقادوا مع الملفات، كتسد في الباب ديالنا الباب. تكلم دوينا مع الشيخ، قلنا لها راه عندنا لقاء معها بناء على التعليمات ديال السيد الكاتب عام، قال لك هي ما كتعرف حتى شي واحد، الباب حتى واحد ما غيدخل عندها، الملفات راه عند السيد الكاتب عام. خرجنا من عندنا جينا لهنا لها باش نعاودوا نشوفوا الكاتب عام، لقينا حتى هنا الباب مسدود. الا بغيتي دابا غير واحد الدليل، نمشيو دابا حدا الباب ديال باب الحزون، اللويات والصامت راه كيجيو كيدخلوا عندها ثلاثة بالربعة، كتستقبلهم وكتحل معاهم مشاكل. حنا عرباب معدونية، ديك الحيط القصير اللي كيجيو كينقزوه، ما كتستقبل الناس، ما كدير معانا حلول لا والو، كيجي الحلول من الرؤساء نتاعها ولكن كيوصل حتى عندها هي وكدير لي العصا في الرويضة، وبقات كتبقى تسجر فينا سير اليوم تير غدا. حنا اشخاص في وضعية عاقلة، لا حول ولا قوة، ما فينا ما نبقاو اليوم غدا بعد غدا جايين شادين الطوبيس شادين الطرام كرفسين طايحين بعكاك زناب كرارسنا ونجيو تاني وما تستقبل الناس وما تحلش معانا مشاكل، حشومة وعيب. بغينا نوصلوا واحد النداء لصاحب جلالة انه ياخذ هذا الملف ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه بعين الاعتبار، لانه هو اللي عطانا باش نعيشوا بكرامه، وهاد الناس كيصيفطونا باش نسعاو. بغينا يتدخل في هذه المساله ديال العقود اللي انتهت مده الصلاحيه ديالهم، لا العرفيه ولا النموذجيه، العقد ساعات متعاقدين، دير معك واحد العقد اللي عنده بدايه ونهايه كيسالي. كنجلسوا كامل الزنق اللي فاد النزاعات، تفاهمنا بالتراضي مرحبا، ما تفاهمناش خاص فسخ العقد، لان الولايه ديال عقد نموذجي في السنين مقابل السنين تلقائيه، ملي كتسالي هذيك 12 عام كاين الا بغيت نتراضي، الا بغيت نكمل انا وياه بالتراضي، اذا ما تراضيناش خصنا نكمل. انا درت معاه 12 عام، سالينا 12 عام، سالينا، ما تقولش سير المحكمه، لان مشاو الناس المحكمه جابوا حكم ابتدائي واستئناف ومحضر امتناع، ولكن جاوا هنا شكون غيسخر القوى العموميه باش تنفذ الاحكام؟ لا يعقل ان حكم اسم جلاله الملك ما يتنفذش، هذا كنسميوه تحقير قرار مقرر قضائي. حنا من 2012 حنا كناضلوا، و2023 هادو واش غناخذوا ولا ما ناخذوش العلم لله. نتمنى من الله باش هاد الناس يهديهم الله ويعطينا الحقوق ديالنا. حنا كنتفاعلوا خير وحنا مناضلين، والمناضل او المحارب ما عمره كيطيح السلاح، ديما غادي كيبقى يحارب وديما غنبقاو ناضلوا حتى غادي ناخذوا الحق ديالنا في 2023 او في 2033 الى بقى في العمر بقيه، غادي نبقاو ناضلوا وماذا حق وراءه مطاول، لان ما كيجيش من النضال، كيجي بكثير من النضال.